ضمن الأنشطة الهامة اللي انطلقت بالفترة الماضية حول إطلاق الملتقى الحواري الموسع لقانون الخدمة العامة واللي انطلق بمجمع الصحارى السياحي بريف دمشق، شكل مساحة هامة للنقاش والحوار حول مسائل تخص آلية العمل والتراتب الوظيفي وأيضا طريقة التعاقد وكل ما يتعلق بفرصة العمل ضمن القطاع العام. أكيد سلمى، واليوم ضمن فقرتنا الصباحية رح يكون معنا أحد محاوري الملتقى ورئيس مجلس أمناء مؤسسة إدارة الموارد البشرية، وللحديث أكثر وشو هي أبرز النقاط اللي طرحت خلال الملتقى واللي قد شكلت نواة مشروع جديد لآلية العمل بالقطاع العام، وأيضا رح نحكي عن أهمية الموارد البشرية ضمن العمل المؤسساتي وشو أهم النقاط كمان يلي بيتضمنها. اليوم معنا الدكتور منير عباس، بدنا نقول لك صباح الخير واهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، صباح المشاهدين وشكرا على الاستضافه. صباح الخير دكتور، اهلا وسهلا فيك. خلينا بدايه نحكي عن الملتقى الحواري الموسع اللي كان مثل ما قلنا بصحارى حول الخدمه العامه واهميه اطلاقه بهذا الوقت بالذات. تمام، هلا نحن بنعرف القانون الاساسي للعاملين هو من عام 2004، يعني صار له 20 سنة، هو عبارة من قلنا لحنا قانون العمل للقطاع العام. لحنا هذا الملتقى هو للحوار الموسع لمناقشة قانون الخدمة العامة، يعني قانون الخدمة العامة سيحل محل قانون الأساسي للعاملين لعام 2004. في كل شيء حديث بيطمح له الموظف في القطاع العام الحقيقة، تحديثات جذرية مقاربة نوعية بين قانون القطاع العام والقطاع الخاص مع حماية أكثر للقطاع العام. على سبيل المثال أنا مثلا كنت بصفتي بقلب الملتقى خبير في إدارة الموارد البشرية وكنت الوحيد من القطاع الخاص الحقيقة، وكان الحضور رائع جدا، وكان طبعا تشكر ويحسب لها وزارة التنمية الإدارية والدكتورة وزيرة التنمية الإدارية أنه تعمل هذا الملتقى اللي هو لأول مرة بيصير بسوريا أنه نتناقش بآليات العمل تبع القانون قبل إصدار القانون. يعني إحنا اعتدنا أن يأتي خبراء ومشرعين يصيغوا القانون بعدين يبصر النور ونشوفه بعدين نقول منيح ولا مو منيح، بس هالمرة إحنا عم نكون بغرفة نقاش موسع، عم بتكون كل القطاعات من رتبة معاون وزير إلى كل المدراء العامين إلى مشرعين إلى قضاة، يعني السلطة التنفيذية كاملة والسلطة التشريعية مع ممثلين وزارات كافة ممثلة بمعاونين الوزراء كانت حاضرة مع الخبراء كلياتها، اللي هي كانت بتعرفي من سنتين اللي احنا عم نتناقش بلجان كلياتها لتحديث قانون الخدمة العامة، يعني من اسمه قانون الخدمة العامة انه ما عاد في عنا قانون الأساسي للعاملين الدولة، يعني خدمة المواطن هي الهدف الأساسي من قانون الخدمة العامة. نجي للمحاور، كان الملتقى مؤلف من 7 محاور. أنا محوري كان اللي هو تحديث نظم إدارة الموارد البشرية بسوريا، وناقشت احنا شو عنا الأشياء الجيدة بالقطاع الخاص اللي ممكن نستفيد منها بالقطاع العام، وغيري من الزملاء كان بكل محور المتحدثين كان دائما في رئيس جلسة في 3 أو 4 معاونين وزراء، وكانت السيدة الوزيرة عم تحضر بكل واحد من هدول الجلسات الحوارية. 7 محاور، من أهم ما جاء فيها 7 محاور، أول شيء نظام جديد بسوريا للرواتب والأجور هو المراتب الوظيفية، اللي هذا كان ملحوظ بالأربعينات الحقيقة. هذا النظام المراتب الوظيفية هو عبارة عن نظام يلحظ الخبرة والمهارة بالإضافة إلى الشهادة العلمية. خليني أحكي لك على سبيل المثال، أنت بتعرفي مثلا شخص فئة ولا بعد 9 سنين حسب القوانين الناظمة بوصل لسقف الراتب، بيقعد بعدين 20 سنة لحتى يتقاعد بعده على سقف الراتب. نظام المراتب الوظيفية ما عاد في سقف للراتب، يعني ما عاد في شيء أنه هذا الحد الأقصى لهي الفئة الوظيفية. الشيء الثاني، الفئات الوظيفية 5 انقسمت إلى 3 فئات، ولكن كل فئة منهم تضم عدة مراتب وظيفية حتى تتسلسلي وظيفيا وتوصل إلى رتبة مستشار اللي هو أعلى نسبة من الخبرة بوظيفتك، لازم يكون لك 27 سنة. ما عاد انك انت فئه اولى بتصيري استشاريه بعد 2 أو 3، في عندك تراكم خبرات قبل رتبه الخبير، قبل رتبه معاون الوزير، قبل رتبه المدير العام، قبل نائب مدير العام، قبل رئيس القسم، قبل رئيس الدائره، بعدين ببدايه حياتك العمليه انت اسمك متمرن حتى تكوني 2 تاخذي خبره بتصيري اصيل. يعني تسميات جديده بالنسبه لنا، يعني حتكون بالنسبه لنا انا بشوفها صارت كثير قريبه للقطاع الخاص، لازم تكون اساسا موجوده. الحقيقه كانت بالاربعينات، يعني اللي احنا صرناها بتحديث قانون العمل، بعدين رجعنا هلا ورجعنا اخذنا اهم ما فيها. هذا الشيء بيفتح لك سقف الراتب، يعني ما عاد يفكر ابدا الموظف القطاع العام انه يسقف راتبه انه خلص هذا هو حجمي وهذا سقفي. هي شغله ضفناها. شغله ثانيه، واحد من المحاور اللي هو تحديث انظمه الموارد البشريه اللي شاركت فيه انا،
شيء جديد حيبصر النور اللي هو حتشوفي نظام العمل المفتوح نظام العمل المغلق اللي هو اللي احنا هلا بتعرفي وظيفة الدولة هي نظام عمل مغلق، يعني انت بتفوتي حتى بنسميها بالشارع بنقول هو ابن السلك اللي هو السلك الوظيفي اللي بقلب هي الوظيفة، يعني انت طول عمرك بهي الوظيفة فتي بتعرفي انه ما حتطلع غير للتقاعد وما في شيء جديد حيكون وما في شيء محفز بالنسبة لك غير اني انا بعدني بهذا السلك الوظيفي. اما نظام العمل المفتوح ممكن يخليك تتنقلي الى وظائف بيخلي نظام التعاقد معك نظام تعاقد جزئي، هذا دخل هلا على القطاع العام. هلا احنا ما في عندنا تعاقد جزئي غير بعض الوظائف الموسميه والعمال المؤقتين، وانت بتعرفي هي يوم يومين هن بتيجي فتره بيستنوا المسابقه لحتى يتثبتوا مثلا ببعض الهي لانه بيكون هو ملحق عن طريق التدريب بعقود 3 شهور. هلا فيك انت تكوني موظفه بهذا العقد 3 شهور مثل القطاع الخاص، يعني ما عاد في مجال اني انا بس اكون موظف قطاع عام تحت بند يا مثبت اصيل انا بكون موجود هنا يا اما غير مثبت بعقود موسميه. طب شو اللي بده لاحق؟ ايضا سيتم العمل على نظام التامينات الاجتماعيه، حتى المؤقت له ضمان اجتماعي وله تامينات. يعني انت هلا انت ليش كنتي تخافي انك ما تكوني مثبته؟ لانه خايفه تخسري الوظيفه وتخسري التقاعديه تبعتك للمستقبل وتخسري التامين الصحي اللي انت هذا ميزت المثبت بعقد تام او عقد كلي. هلا لا، حنأمن هي الميزات حتى للعقد الجزئي، حتى حيدخل نظام الساعات وحيكون بسوريا سعر الساعه بالعمل، يعني مثلا انا بدي موظف بالقطاع العام 10 ساعات ببعض الوظائف، ما بدي اياه انا طول الشهر ولا بدي اياه عدد من الايام، انا بدي اياه 10 ساعات بالشهر كله. حينزل شيء اسمه لا تقل الساعه في سوريا عن الحد الادنى كذا، هي يعني شيء اشياء كثير هي حتكون ان شاء الله حتبصر النور، حطولها فتره زمنيه اللي احنا حتبلش بالتطبيق. ما يفهموني غلط المشاهدين، اعلنا احنا 3 سنين بيكون انتهى التطبيق، يعني احنا ممكن هلا من بكره نشوف انه الاولويه لفتح سقف الراتب، ممكن يتم الاقرار انه اول شغله تطبق فتح سقف الراتب عمما تم صك التشريع. تعرفي انت هلا احنا طلع الملتقى بعده توصيات راقيه جدا كثير حديثه ورائعه جدا. هي التوصيات ترفع لرئاسه مجلس الوزراء بعد الاقرار من السلطه التشريعيه عفوا السلطه التنفيذيه، طبعا هذا بيروح بعدين الى قبه مجلس الشعب، بتروح بعدين بصاغ تشريعيا كيف بدها تصك القوانين، يمكن ما تطلع كلها مع بعضها تطلع تراتبيا حسب الحاجه، بس حطينا فتره زمنيه من هون ل3 سنين ان شاء الله تكون مطبقه وخالصه. الشيء اللي حلو كتير بقلب الأنظمة اللي تمت هو نظام المراتب الوظيفية، قلنا لحنا حيكون في 8 مراتب وظيفية مو 5 فئات وظيفية، المرتبة الأولى ومرتبة الثانية تضم عدة مواصفات والفئات الثالثة والرابعة والخامسة حيصير لها عدة فئات. يعني على سبيل المثال خلني أقول لك وزارة سقفت بملاكة وأخذت بالملاك تبعها طلع دائما لغالبية اللي عم نعانيها هلا احنا بشروع الإصلاح الإداري بلجنة البنى التنظيمية إنه عم تلاقي ملاك الوزارة كاملة إنه الفنيين فيها اللي هن صلب الموضوع 10% أو 20%، الغير فنيين اللي هن عمالة من الفئات اللي هي رابعة وخامسة هن 90%، مع أنه العمل الفني هو اللي من شانه قائم الوزارة. هدول الأشخاص اللي هن موجودين بعدة فئات اللي هي حيكون في لهم حرية الحركة تماما، يمكن أنت تكوني طورتي نفسك وقت كنتي بالفئة الرابعة أو الخامسة وصار وقت أنت انتقلتي وأخذتي شهادة وتعبتي على حالك وناطرة الفرصة الوظيفية، أنت بنظام التعاقد اللي هو الآني والمؤقت صار فيكي فورا تنتقلي أول ما طورتي حالك، ما عاد تنطري أنت لحتى تصيري شخص مثبت. وغير هيك يمكن أنت تفضلي تكوني بنظام مؤقت لأنه عندك نفس التأمينات وعندك نفس الحرية ونفس الضمانات الاجتماعية. طيب دكتور خلينا نعرف قدي ممكن هالشي يأثر على النظرة السائدة اليوم لمفهوم حول مفهوم الوظيفة العامة والقطاع العام يلي هي صارت العالم عم تتبعها كآلية للتثبيت والتقاعد وانحصرت ضمن هذا القطاع واعتبروا هالشي هو ضمان لمستقبلهم ولحياتهم بعيدا عن الاستمرارية بالشغل الاستمرارية بالشغف لحتى يقدموا أكثر بشغف وتحفيز وقصص ممكن يخترعوها ممكن تكون جديدة وتطورات. تمام. هلأ نحن حل كل الناس بترغب بوظيفة القطاع العام بسبب الأمان الوظيفي اللي هو بيقولوا لك هذا غير موجود بالقطاع الخاص. أنا بغلطك الفكرة، وكان هذا الشيء نحن كتير ناقشناه وتم كتير أشخاص كان عندهم وجهة نظر مغايرة أنك تاخذنا أنت الميزة الوحيدة تبع القطاع العام اللي هي التثبيت. هلأ ليش نخاف لحنا من عملية أنه يكون هذا العقد سنوي؟
ما نحن ارتباطنا بالعقد بقيمة أدائنا. يعني أنا ليش بدي ثبت شخص هو أداؤه ضعيف، وبنفس الوقت أنت وأنت عم تثبتي شخص أداؤه ضعيف أنت عم تحبطي الشخص اللي أداؤه جيد، لأنه عم يشوف نفس المزايا عم بتروح للشخص اللي ما عم يشتغل. فعملية الاستقرار الوظيفي نعطيها والأمان الوظيفي نعطيها لكل الناس، عم تحبط ناس اللي هن عم يشتغلوا، عم بيقول لك ما في شيء محفز إن أنا أشتغل أكثر، وعم بتكافئ ناس ما لازم يكونوا بالموقع ويكونوا على ملاك. كثير اليوم عم نشوف أشخاص عم تدفن حياتها وعم تصير بمقبرة حياتها، حتى هي وعايشة إنه أنا ضمن القطاع العام مستحيل أنا أشتغل شيء تاني أو أفكر إني جدد أو أطور من مهاراتي اللي أنا موجودة عندي، خلص أنا هون ضمنت راتبي ومستقبلي وحياتي كراتب ثابت وكمان تقاعد. طيب صديقتي أنا هأخذك على الشقين اللي حضرتك قلتي عليهم. أول شيء أنت ضمنتي الاستقرار الوظيفي، بس إلي اللي عم بيأديك الراتب عم تشتغلي بالقطاع الخاص اللي ما في أمان وظيفي بعد الظهر، أول شيء. ثاني شيء أنت ما ضمنتي راتب التقاعد، وقت عم توصلي للتقاعد القيمة الشرائية لراتبك هي لا شيء. إذا أنت ضمنتي فقط استقرار ومسمى وظيفي بس ما ضمنتي حياة كريمة، يعني الحياة الكريمة أنت رابطيها باسم راتب تقاعد، بس راتب هذا التقاعد إذا أنت ما كنتي مشتغلة عليه وأنت بالأساس عاملة ادخار جيد بحياة لائقة بعد التقاعد، أنت بس سميتي حالك أنك أخذتي أمان وظيفي. الأمان الوظيفي خلينا ناخده نحن مفهوم القطاع الخاص. أول شيء ما في موظف يثبت ويكون شخص ثابت بوظيفته إلا إذا كان منتج لهي الجهة. يعني أنت بس تكوني منتجة مستحيل يتخلى عنك صاحب العمل. نحن مأخوذ عن القطاع الخاص، صاحب العمل هو عقلية الرب العمل اللي هو one man show، هو اللي بيقول أنا اللي هي وهذا اللي بيمشي، والأمان الوظيفي هو دائما بالقطاع العام. طب شوفي وين رحنا لحنا بالأمان الوظيفي. الأمان الوظيفي بياخذ بعض الأشخاص لمنطقة هي الكومفورت زون، تحسي قمة الراحة إنه أنا ما حدا حيفصلني، أنا ما في داعي أطور حالي. هذا اللي بيعمل تراتبية، يعني نحن دائما بنقول لأنه موظف مثبت أو موظف حكومي فهو عرفان حاله أنه هو خلص ثبت بالوظيفة، فما عاد عنده شيء قدمه ليحفز صاحب العمل أنه مثلاً يرقيه أو يغير من مهامه أو فبالتالي دائماً بيقولوا الشيء اللي الشاب اللي جاي جديد أو حدا اللي جاي جديد بيكون عنده حماس أكثر لإثبات نفسه. هذا الشيء يمكن رح يكفله هلأ القانون الجديد، رح يخلي الكل تقريبا بسويه واحده من حيث التقدير، مثلا اللي بيشتغل بيتقدر. هي كنا بنلاقي بنسمعها دائما، في ناس ما بتتقدر بشغله فبالتالي هو بطل يعمل اي شيء. يعني في شغله حلوه حيلاحظها النظام الخدمه العامه، قانون الخدمه العامه الجديد، اللي هو مثلا لكل موظف سجل. شو هذا السجل؟ السجل يرتبط برقمك الوظيفي. انت مثلا بهي الوزاره اثبتتي نفسك وصلتي لتراتبيه وظيفيه وترقيه وظيفيه معينه، نزل هذا الشيء العمل تبعك بسجلك. حبيتي تكون مو بوزارة الإعلام، حبيتي تكوني بوزارة تانية ولتكون قريبة لعملك بنفس المنصب الوظيفي، بيروح سجلك وبيروح مثل ما هو على رقمك الوظيفي، وبيروح للوزارة الجديدة أو للجهة الجديدة اللي حضرتك عم بتقدمي عملك فيها. حتطلع على أدائك بالوزارة القديمة وحتطلع على سجلك الوظيفي، فأنتي هلأ بتعاقب الوزارات أو أرباب العمل بالقطاع العام رح يعرفوا مين هذا الموظف من أول يوم تم توظيفه. يعني هلأ ما عاد في إنك أنتي هون قفلنا السجل تبعك بهي الوزارة وليكن ممتاز خفيناكي، وليكن سيء جدا خفيناكي، رحتي هلا نوع جديد، لا، انت مرتبطه بسجل كامل. هذا الشيء احنا بالقطاع الخاص بتعرفي، وتكون الواحد دائما عم يعمل عمل بضل بيصير عندنا الباك جراوند تشيك او ريفرنس تشيك، بنتصل بشركته القديمه كيف كان هذا، بيحكوا لك كل التفاصيل تبعته. ما انه كمان رح يدخل فيه الاتش ار اكثر، يعني هذا هو اللي احنا هذا محوري اللي كان هون معنا اتش ار احنا هلا دخل نظام اداره الموارد البشريه كاملا الى نظام الخدمه العامه، قانون الخدمه العامة. يعني انت حيكون في عندك استقطاب، حيكون في عندك نوع معين من مقابلات العمل، حيكون في عندك كل شيء حيادي. عم نحاول نقارب كل شيء يكون الكتروني لا يدخل فيه التأثير البشري قدر الإمكان. حيكون في عنا تدريب متواصل، ركزت كتير قانون الخدمة العامة أن التدريب يبدأ من اللحظة الأولى من وظيفتك ولا ينتهي حتى التقاعد. حتى موضوع تاني لناقش فيه أنه تم مناقشة فتح سن التقاعد يصير خياري، يعني مثلا ما يكون لـ60، يكون مثلا من 55 لـ65 حسب رغبة الموظف والجهة الموظفة له. يعني انت ما بدك تتقاعدي على الـ60. في شيء ثاني حلو كثير اللي هو صار في شيء برنامج بالانت وعمر الواحد 58 و60، برنامج اسمه بداية جديدة.
برنامج بداية جديدة، عملية تأهيل الشخص بكل المهارات اللي بده إياها سوق العمل القطاع الخاص قبل ما يخلص تقاعديته الشخص، حتى يكون مهيئ لحياة جديدة وليس نهاية حياة وظيفية. يعني هذا مفهوم كتير راقي وكتير سامي جدا وعم يتم تقديمه. من الشغلات المهمة كتير نظام تقييم الأداء. نظام تقييم الأداء ما في شيء اسمه كل سنتين أنت ترفعتي تلقائيا وحرام راتبك قليل وحرام ما نعطيها 9% أو 7%. ابدا ما في هذا الحكي. نظام تقييم الاداء حيرتبط بعملك الحقيقي وممكن ياخذك لترقيات وظيفيه ابعد بكثير من زياده محدده سنويه. غير هيك كمان بده يتم تمييز القطاعات، القطاعات داخل القطاع العام، قطاع اقتصادي له حوافزه وقصصه لحاله، القطاع الاداري له قصصه لحاله، والقطاع الخدمي له قصصه لحاله. الشيء الكمان المهم كثير عمليه الموازنه بين ايرادات الجهه وبين رواتب هي الجهة، مو إلا نحن حيكون سقف مفتوح، ممكن يكون أنت عملك بوزارة معينة منتجة وإلى مبيعات وإلى سوق يكون راتبك فيها مميز جدا، مثل وقت بتروحي أنت مثلا على جهة بالقطاع الخاص رواتبها أفضل بكثير من رواتب بعض الجهات لأنه منتجة وبتجيب مصاري، وهي نفس المفهوم هذا حندخله بالقطاع العام. ما بيصير إني أنا أعمل عملية التوحيد، هيك أنا بكون عم بحبط الشخص المنتج جدا، والشخص اللي ما عم يشتغل أنا عم كافئه، فهي ما بيصير تحت مسمى انه الوظيفه تحقق الاستقرار الوظيفي والحمايه اني انا اخبي الاشخاص المناح بالقطاع معين مكترهم وبعدين احبط الناس المناح بهذا القطاع وصدرهم للقطاع الثاني. يعني حتى بين قوسين احنا كل الخبراء اللي بناخذهم من القطاع العام، من وين احنا؟ ما هو نفس الموظف. والشيء المهم واللي كثير لافت للنظر انه احنا بنحكي على القطاع بس بعد الظهر عم نشتغل فيه. يعني احنا ما بدنا هذا الشيء اللي احنا بقلبه، احنا بنرجع من على المكان الامان تبعنا هو القطاع اللي بنشتغل فيه. بس انا وقت عم بعمل عمليه التقارب باي دوله دائما متقاربين هذول القطاعين، ليسوا اعداء بعض، بالعكس هو نفس الموظف بده يختار هون او هون. انا وقت اعمل عمليه المقاربه انا عم سهل عمليه التحرك والتنقل بين القطاعين. يمكن انت بنص الوظيفه العامه يخطر ببالك صحتك وظيفه بالقطاع الخاص، رحتي طب بدك ترجعي على الوظيفه العامه بترجعي من خلال نظام التعاقد الجزئي وبكل سهولة. وغير هيك فيني ميزك انك في عندك عقدين، انت بالقطاع العام بوقت جزئي 4 ساعات وعندك عقد نظامي جدا 4 ساعات بالقطاع الخاص. يعني انت 8 ساعات عملك حتكون بقطاعين اذا حابه. فاذا نحن كثير متفائلين بهذا القانون الخدمه العامه الجديد، وصدقيني الخبراء اللي كانوا موجودين رائعين جدا. انا من خلال محاور عندي شاركت بعده تجارب هي دوليه واقليميه، وحطيت عده تجارب هي موجوده بانظمه متطوره جدا، اخذنا منها المتطور وما لاحظنا غير متطور. نحن عم نعمل وظائفنا الحقيقه، كمان لقينا ببعض القوانين بالدول المجاورة مو كتير في شغلات اللي احنا لازم نستند عليها، واخذنا اهم شيء هنن شايفين قوانينهم هي افضل من عنا، وكل القوانين اللي رجعنا لها بالدول الاقليمية المجاورة اقل قانون من 22، يعني كتير حديثة وكتير متطورة. في شيء كمان لاحظوا القانون الخدمة العامة، العمل الافتراضي، العمل عن بعد، هذا كيف بدك تراقبي؟ كمان حطينا له آليات كيف. هلا احنا عندنا مشكلة كتير كبيرة بالعملية المراقبة الدوام او عملية الأداء والإنجاز مع الأشخاص عم يشتغلوا عن بعد. الشيء الأهم ممكن يكون بقلب ملاك القطاع الوزارة او الجهة العامة تقولي لي انا بدي من ملاكي 3% عن بعد، بكفيني ما بدهم مكاتب، بيشتغلوا من بعيد ومستقلين. بدي 20% يكونوا بس مثبتين فقط لا غير. في وظائف لازم لها تثبيت، اللي هي مثلا الاساتذه اللي بدها تراكم خبرات، الباحثين، الاطباء، هي شغلات انت بدك تراعي انه تحافظي على اصاله الخبره، لانه ما فيك كل يوم تعملي عقد جزئي لشخص انت عم تراكمي خبرته. هذا المكان بده تراكم خبره، فهدول بيكون على ملاكهم بنحط 10% 20% مثبتين، هدول لازم يكونوا بعقود مستمره، و80% متحركين، وعطيت الحريه لهدول الاشخاص. لانه انت هلا اذا بتعرفي عندك نفس الحقوق والتامينات والضمانات الاجتماعيه بعقد جزئي، انا ما عاد قاتل على عقد تثبيت كلي، ما كلياته على رقمي التاميني عم بيصب بتقاعديتي، فما عاد في خوف ابدا، مالي خايف لحتى اتثبت واضمن كبرتي او اضمن المستقبل تبعي كلياته. عمليه المقاربه، لانه احنا انا شايف الحل والعمليه الانتقال للقطاعين هي التشاركيه، ما انا خصخصه عشان ما نخلط بيناتهم. دكتور انه العمل عن بعد ممكن يتم، والعمل المستقل والعمل الجزئي، الساعات الجزئيه لبعض الاشخاص، فاكيد نتمنى لكم التوفيق والتوفيق لكل الناس اكيد. وبدنا نتشكرك، خلص وقتنا معك دكتور، شكرا لكم. شكرا لكم، والف شكر على الاستضافه. موضوع نتمنى اكيد كل هاي الافكار
تتاخذ بعين الاعتبار. شكرا لك.